هو عاوز يفضي الارض ودمته. دي الكارثه. الناس في فلسطين بتحاول تحتفل، تحتفل وفي صمت يدوب على قد القداس الالهي ويرفع لاجل الاعياد. اما القلوب فبقدر ما كان يجب ان تكون ممتلئه بالسعاده وبالفرحه فهي ممتلئه بايه؟ ممتلئه بمنتهى الحزن. القلوب في فلسطين لا تمتلئ الا حزنا وهما. القلوب في فلسطين لا تمتلئ بدماء اصحابها فقط وانما حتى بدماء شهدائها. ما بين احتفال في الكنيسه لفلسطينيين يحاولون ان يجدوا موضع لقدم بين الجثامين. فاصل ونكمل الكلام.